السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي بيلدر هي منصة بتقدر تربط بين الأقسام المختلفة في الشغل بتاعنا في المشاريع، زي البيلينج، البلانينج، الكيوبمنت، الكوست كنترول، سبلاي تشين، البيم فيور. مش كل واحد لوحده، لا كلهم مرتبطين ببعض. طيب خلينا نتكلم النهاردة على البيدنج، وفي الدروس اللي جاية هنكمل برضو الشرح. دلوقتي أنا عندي مثلا دوت البيت دوت، عايز مثلا أضيف فيه فاتورة. ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايز أضيف أد نيو بيد او اد نيو بيل. اد نيو بيل هبدا اضيف فاتوره، ولكن مثلا اسميها او اس 5، البيل اونر، الكونسلتنت، السبلاي ديت التاريخ بتاعها، البيل تايب هل هي لوكال ولا تيست ولا جفرمنت، البيل ستاتس، الكونتراكت تايب، الديوريشن بتاعك، واقول له سيف. هعمل سيلكت عليها. تقدر تعمل لها اديت في اي وقت، تعدل المعلومات او تقول لها ديليت او اتاش لاي صوره انت عايزها، او تخش على ابروفال فورم وتقول له ان دي خلاص ابروفد، اتوافق عليها. تمام، بيقول لي لسه انت ما ربطتش ليها ريسورس. طيب هنبدا نربط لها ريسورس اهوت. هقول له هنا البراسنج تمبليت ديت، هقول له انا عايز ادخل في الديتيلز بتاعتها، اد ريسورس. طيب عشان الحاجة دي تتعمل ايه الريسورس اللي هي محتاجاه؟ مثلا الليبر، انا محتاج مثلا مثلا فورمان، محتاج بانتر، محتاج مثلا نجار، مثلا محتاج مثلا الماتريال. نقدر نشوف ايه الماتريال اللي احنا محتاجينها، ومحتاجين مثلا اكيوبمنت معينة، اظهر بقى الحاجات اللي هي بتبقى غير مباشرة مثلا. فنبدأ نختار مثلا الحاجات اللي احنا محتاجينها وقول له سيف. فهو بيبدأ يضيفهم بالشكل ده، الليبر دي الحاجات تحت الليبر، الحاجات تحت الماتريال. هنا البرايس، تبدأ بقى تكتب البرايس اللي انت شايفها، الترانس، الاسكيب، تقدر تضيف اي حاجة انت شايف. عايز تحسب مثلا بعدد ساعات، عايز تحسب بأي حاجة تبدأ تحط، هو في الاخر هيجيب لك التوتال برايس زي ما انت عايز. ممكن تضيف اد اسمبلي ريسورس، تعلم على الحاجات اللي انت عايز تضيفها. ده كل دوت هيبقى اسمبلي ريسورس.